أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبك. معانا جهاز يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، ترومان بي 11 بلس، ده قاطع الاتش ما فيهوش غير قناة الفي، وهي واصل له إشارة اهو، الإشارة هي الخضراء، بس الإشارة التانية الاتش مش جاية. هنشوف كده على التلفزيون اهو يا جماعة كده اهو جاي، بس على الايه قناة اللي هي المجد. هنحول كده على القناة اللي بعديه اللي هي قناة السعودية، مش موجودة دي في. القناة اللي بعديها برضو السعودية في مش جاية. طيب نجيب الايه القيمة اهو يا جماعة، مش جاية يا جماعة كده. نرفع فوق برضو مش جاية، نرفع فوق تاني على الايه المجد جات اهي. يبقى ده قاطع ايه؟ قاطع قناة الفي، قاطع قناة الاتش. هنشوف بقى سبب قطع القناة الاتش، ونفتح الجهاز كده ونشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، هنقيد ادي البوردتين، ادي دايرة الباور وادي دايرة اللي هي الرئيسية اللي هي بتاعت الاشارة. وهنقيس كده الفولتيات هنا، هنحط كده طرف السالب على الارض بتاع الجهاز، ونقيس بقى الاطراف دي بتاعت خارج الباور. اول حاجه يا جماعه المفروض يبقى 21، نشوف كده يا جماعه موجود كام، 19.9، الثانيه المفروض تكون 15 اهي، موجوده 15، وغير كده ما بتشتغلش، يعني شويه تيجي وشويه لا. بصوا يا جماعة القياس بتاعتها مترددة خالص اهو، وادي دي الارض، التالت الارضي والرابع 3.3، 3.3.1 تقريبا. فده يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، يعني 19.9 هي المفروض تبقى 21، فطبعا في حوالي فولت وشوية، وغير الجهد المتردد اللي هنا بتاع ال 15 فولت برضه نفس الحكاية. بص يا جماعة مديني 3 اهو، والتاني 3.3 برضه مش كويس، يعني برضه 3، يعني المفروض يبقى مثلا ازيد من كده شوية، 3.3، 3.2، ففي خلل في الباور. طبعا الخلل ده صادر من دايرة الباور، النتيجة للمكثفات دي كلها تقريبا فيها ترشيح، وممكن يكون المكثف ده كمان. فاحنا يعني هنعمل حركة كده اهو، هنفصل الكهرباء ونجيب له كده دايرة ايه، الدايرة دي اللي هي دايرة الدايرة اللي هي الجاهزة بتاعت الباورات، فيها كمان 6 اطراف للي ما يعرفش طبعا المبتدئين الكلام ده. طبعا احنا هنشيل الطرفين دولك وهنستعمل الاربعة دولك. لأول واحدة هنا اللي هي ديك يا جماعة، دي المفروض تبقى 21 اهي، 21 15، ارضي 3.3. هنشيل دي بقى كده ونركب دي مطرح دي بنفس الاتجاه بنفس الاطراف. طبعا الجاك من هنا من الشمال كده 3.3،
مش بنفس الترتيب اللي هنا، عشان نخلي بالنا ما نعكس الفولتيات، ما نديش الواحد وعشرين للتلاتة وتلاتة من عشرة، فالتلاتة وتلاتة من عشرة الناحية دي كده اهي يا جماعة، دي كده لو جبنا على البوردة تلاتة وتلاتة من عشرة، تلاتة وتلاتة من عشرة اهي اللي هي الشمال ديك، دي الشمال تلاتة وتلاتة من عشرة، يعني المفروض تيجي ترجع بكده اهو، اللي على الشمال ده هو تلاتة وتلاتة من عشرة، وعلى البوردة في الجاك ده التلاتة وتلاتة من عشرة هما اللي هما الايه برضو ايه اللي هما تلاتة وتلاتة من عشرة على الشمال. هنجيب كده يا جماعة ونحط كده كده اهو، ونجيب اطراف الكهرباء الموجودة هنا على البوردة التانية اللي هي دي يا جماعة الطرفين دول، وهنحطهم في نفس الحكاية دي كده اهو، اهو يا جماعة. طبعا هنحط حاجة عشان نجرب، طبعا احنا كده هنعرف العطل في مكانه فين، وبعد كده نبقى ايه نغير المكثفات ده على راحتنا عشان الزبون مستعجل شوية. هنوصل كده الكهرباء ونشوف، بسم الله اهو يا جماعة، اهو بسم الله الرحمن الرحيم، نوصل كده اشتغل اهو، نور اهو يا جماعة، نشوف بقى كده ايه ده الاشارة موجودة اهي، طب الاتنين والاتنين الاشارة موجودة اهي الخضرة اهو، نرجع كده نبص على التلفزيون بقى يا جماعة، بصوا دي الاتش بتاعت الايه بتاعت السعودية، ونحول كده اهو، وجات الايه المجد اهي اهو يا جماعة، ارجو ان اكون وضحت الفكرة وشكرا. طبعا ان شاء الله يعني هنحاول نصلح بقى البوردة ونغير المكثفات، هي يا جماعة كلها مكثفات، مكثفات بتاعت دائرة الباور اللي هي المجموعة دي كلها، خصوصا اللي هي بتاعت الاشارة واللي هناك دوت اللي هو 47، ان شاء الله هيشتغل 100 100. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.